أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام يا كويت. ودائما في هذا البرنامج نطلع عليكم بمواضيع اجتماعية، وهذه المواضيع تهم السيد المشاهد. نتطرق أحيانا للمواضيع الاجتماعية الصحية وكذلك البيئية، وأحيانا نحاول أن نسلط الضوء عليها حتى يكون هناك توعية، وهذا هو العمل الحقيقي للإعلام، بأن يسلط الضوء على الكثير من القضايا. وأبرز ما يحتاجه المجتمع عندما نتحدث يعني عن هذه المواضيع هو الجانب الصحي، وأعتقد الجانب التعليمي، وكذلك يعني بعض الأمور البيئية والتأمين الغذائي. وفي برنامجنا تعودنا أيضا أن يكون لدينا وقفات عديدة للجانب الصحي، ومن الضيوف الكرام اللي دائما نتشرف بتواجدهم معنا في برنامج سلام الكويت الدكتور أشرف عزاز، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة من المستوصف الطبي الاستشاري CMC. حياك الله معنا. أهلاً أهلاً أهلاً، شرفنا دكتور. احنا اكثر والله يعني سعيد انه قلت معك النهارده ان شاء الله. نحن سعداء بتواجدك معنا في برنامج سلام الكويت، وانت ضيف عزيز دائم علينا، وعلى المستوى الشخصي انا سعيد. عزك الله. وانا والله ودائما يعني الفائده تنقل للسيد المشاهد، ودائما ما تعطينا هذه المعلومات وتكون ثقافه عامه لدينا ان شاء الله. دكتور، يعني اليوم باذن الله نتحدث عن الاطفال حديثي الولاده، وهذا اعتقد بان المفهوم عام. ففي البدايه لنوضح للسيد المشاهد، من هو الطفل حديث الولاده؟ ما المقصود به؟ باي عمر يبتدئ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الطفل حديث الولادة هو الطفل الذي يبلغ من العمر من سن يوم إلى 28 يوم، يعني طفل لم يبلغ شهرا من عمره. هذا حديث الولادة. هو ده حديث الولادة. يطلق عليه حديث الولادة. تمام. الطفل الحديث الولادة ده اللي هو لم يتم شهر، ده حاجة متعارف عليها عالميا. تمام. متى نقول بأن الطفل حديث الولادة دكتور هو طبيعي؟ يعني ما نخاف. نعم. الطفل حديث الولادة ليه صفات خاصة. طبيب الأطفال بمجرد الطفل يشرف إلى الدنيا بيشوف في بعض الأشياء اللي احنا ممكن نقول إن الطفل ده طبيعي. أولا الطفل من حيث اللون بيكون لونه وردي أو أحمر داكن، مغطى بطبقة دهنية بيسموها دي طبقة طلاء دهني. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الطبقة داخل الرحم بتمنع أي احتكاك ممكن يؤذي الطفل حديث الولادة، وكمان الطبقة دي بتعمل شيء كفرنج للطفل، بتغطيه من حدوث أي التهابات. يبقى بيكون لونه أحمر داكن أو لونه وردي، بيبكي بقوة، بيتحرك بنشاط، طوله 50 سنتي، وزنه من 2.4 كيلو إلى 4 كيلو، ومحيط رأسه 35 سنتي، وكمان بيرضع بقوة. واتفق على أن الطفل حديث الولادة له قوة رضاعة قوية، ده يساوي طفل سليم. ليه؟ لأن الرضاعة لا تحدث بالطريقة المثالية إلا إذا تداخلت كل أجهزة الجسم. يعني لو في أي جهاز من أجهزة الجسم في مشكلة، الطفل يكون ضعيف الرضاعة. هذا هو الطفل حديث الولادة. عشان أقول إن طفلي المولود حديثا سليم، هذه هي صفاته. يعني دكتور واضح اللي قاعد تقوله، ولكن هل هناك أيضا أمور أستطيع أن أقيم بها الطفل في بداية ولادته أول الأيام؟ نعم. أنا ضربت حضرتك إن إحنا كأطباء أطفال تقييمه من حيث 3 أشياء مهمين جدا. أولا الوزن بيكون من 2.4 كيلو إلى 4 كيلو. تحت ال 2.4 كيلو ده طفل نقص النمو. أكثر من 4 كيلو ممكن أشك أن هذا الطفل عنده نقص في كمية السكر، بيكون مولود لأم عندها السكر. الأمهات اللي عندها السكر بيتولد طفلها حجمه كبير. على عكس الناس اللي فاهمة خطأ. تمام. رقم 2 بيكون طوله 50 سنتي، وخمسين سنتي ده معناه ان الطفل لو كان اقل من هذا الوزن اخاف من مشاكل هرمونية. من هذا الطول اخاف من مشاكل هرمونية. ثالثا محيط الرأس، انا بقيس محيط الرأس بلاقيه 35 سنتي. كبر حجم الرأس مشكلة، قد يكون فيه مشكلة في المخ. وصغر حجم الرأس برضو مشكلة، قد يكون هناك مشكلة في المخ. هذه هي الاشياء اللي انا استطيع ان انا اقول للام ان تفضلي طفلك سليم، روحي بيه البيت، ما دون ذلك هحجزه في الحضانة. نعم. ان شاء الله بسم الله على كل الاطفال، وباذن الله يكونون معافين باذن الله. ان شاء الله. لكن هي معلومات نتحدث عنها، وهذه توعية. نعم. يتبقى دكتور يعني في دائما بداية الولادة تشتكي الام. نعم. بان الطفل مثلا يعاني من مغص شديد. وترتبك الامهات في بداية الولادة. خصوصا اللي ترزق باول مولود. ترتبك. فما هو السلوك الخاطئ الذي يحدث حينما يكون هناك مغص، ولا هو امر طبيعي ما له داعي للخوف؟
طيب احنا النهارده كلامنا يمكن في المقام الاول موجه الى الامهات الجدد. نعم. اللي هم ما عندهمش اي خبره ابدا في موضوع الاطفال. هناك اشياء تحدث في الطفل تعتقد الامهات او الاهل ان هي اشياء مرضيه، ولكنها ليست اشياء مرضيه، انما هي ظواهر طبيعيه، مساله وقت تنتهي. اولا المغص، والمغص معظم عيادات الاطفال مليئه بالاطفال اللي عندهم مغص. نعم. وبتروح من الدكتور ده للدكتور مزدحمه ده. مزدحمه بالمغص في اول 3 شهور. نعم. المغص في اول 3 شهور ده شيء طبيعي بيحدث في الغالبيه العظمى من الاطفال حديثي الولاده. نعم. واحنا عندنا مسمى كبير جدا اسمه مغص ال3 شهور الاولى. الطفل يكون عنده غازات، الطفل يكون عنده انتفاخات، يبكي طول الليل، ما ينامش طول الليل، وينام طول النهار. هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق انزيمات الهضم والقناة الهضمية في الطفل حديث الولادة. نعم. يتم نموها في الشهر الرابع، وبالتالي المعدة بتاعت الطفل حديث الولادة غير مؤهلة بالمرة لهضم أي شيء. احنا بقى مشكلتنا عندنا هنا ايه بقى؟ الطفل عنده مغص، اديله ميه بسكر، اديله حبه التمر، اديله المره، اديله ينسون، كل هذه معتقدات خاطئه وليس لها قيمه. المغص في اول 3 اشهر هو ظاهره طبيعيه لا ينفع معها اي علاج، وعلاجها الوقت. والام احنا بنعلمها بعض الاشياء زي مساج انها بتعمله للطفل في اول 3 شهور وينتهي هذا الامر. هذا الامر لا يحتاج علاج ولا يحتاج ينسون ولا يحتاج اي شيء، وهو ظاهره طبيعيه هتنتهي مع مرور الوقت. نعم. كذلك دكتور، يعني تشتكي الامهات من حادثه الصفره والارتجاع. نعم. وايضا يعالجون كما ذكرت اللي هو الماء والسكر وبعض الامور المشروبات الخاصه اللي يعطونها للاطفال. نعم. فما اعرف مدى صحتها ايضا. طيب البصفار او الصفراء في الطفل حديث الولاده، لك ان تعلم ان الصفراء هذه تحدث في نسبه 60% من الاطفال كامل النمو، وتحدث في 80% من الاطفال ناقص النمو، وهذه ظاهره طبيعيه ناتجه عن تكسير خلايا الدم الحمراء. في نوع اسمه الصفراء المرضيه، والصفراء المرضيه دي احنا بنحجز الطفل في الحضانه وبيدخل في مشكله الصفراء المرضيه، بنعالجه عن طريق تغيير دمه، عن طريق الجهاز الضوئي. اعرف ازاي ان الطفل عنده صفراء؟ نعم. بسيطه جدا، احنا بنبص على بياض العين، المفروض يكون بياض العين ده ابيض. بيكون الطفل المصفر، هذا الطفل عنده اصفرار، ويمكن على الشاشه يظهر هذا اللون اللي احنا عاملين جايبينه. للطفل اللي عنده البصفار جسمه اصفر زي الكركم. الله اكبر. تمام. البصفار اذا ثبت ان هذا البصفار بصفار مرضي ليس له اي علاج سوى طريقه من 3 في الحضانه. نعم. يا اما يكون هذا البصفار نسبته عاليه جدا وبالتالي انا بعمل له حاجه اسمها تغيير دم، او نسبته عاديه بيسموه البصفار الفسيولوجي وانا بدخله على حاجه اسمها جهاز العلاج الضوئي، او الطريقه الثالثه بعض الادويه. تاتي هنا المعتقدات الخاطئه. يعني المعتقدات الخاطئه، الناس تعتقد ان الطفل لما يروح البيت، لما انا كطبيب اطفال اقول للام ابنك عنده بصفار بس نسبه عاديه روحي بيه البيت، ده معناه ان انا مش بقول لها روحي عالجيه في البيت، لا، يبقى هذا لا يحتاج اي علاج لانه ليس له علاج الا في الحضانه. بعض الناس تنصح الام يقول لها حطيها تحت اللمبه تحت الضي في البيت، هذا خطأ شديد. هناك فارق شديد بين الضوء الابيض اللي انا بستخدمه في الحضانه وبين الضوء اللي احنا عم نستخدمه في بيوتنا، لان الضوء اللي في الحضانه قادر على اختراق جلد الطفل وتكسير الصفره الزياده وتخرج في البول، وده مش منطق. نعم. الضوء اللي عندنا في البيوت بيكسر الصفره. صحيح. فده خطأ لانه ممكن يعمل جفاف لجلد الطفل ويرفع درجه حرارته. المعتقد الخطأ الثاني في البصفار ان بعض الناس يقول لها دي ميه بسكر، لو اديتي له ميه بسكر هيخف البصفار، وده خطأ لان الميه بسكر بتعمل غازات وتعمل انتفاخات وتدخلنا في مشكله المغص، وليس لها اي علاقه بعلاج الصفراء. الخطأ او المعتقد الثالث في موضوع البصفار هي ان الناس تقول لها تيجي قبل المغرب او بعد شروق الشمس تضعي الطفل في الشمس، وده خطأ قاتل. ليه؟ لانه بيرفع درجه حراره الطفل ويعرضه الى ما يطلق عليه ارتفاع
شديد في درجة الحرارة وممكن يؤثر على عقل الطفل. أوف أوف. تمام؟ فاحنا نتفق ان البصفار طالما ان الطفل روح البيت ده معناه ان اللون الاصفر ده ليس له اي علاج، علاجه الوقت، ممكن ياخد شهر وممكن ياخد شهرين لانها صبغة بتصبغ الجلد وهتروح ليس لها اي علاج. نعم. ولا علاج للصفراء المرضية الا داخل حضانة. يعني معلومات جميلة دكتور، وأتمنى أن الكل يستفيد من المعلومات اللي قاعد تقولها لأنها معلومات قيمة. نعم. دكتور، حديثي الولادة أو مو حديثي الولادة، لا نظلم حديثي الولادة، في الماضي يعني أمهاتنا وكبار السن يعني عندهم عادة ونشاهدها حتى الآن موروث شعبي أصبح. نعم. أن الطفل يعني يضعون له قطعة القماش حوالينا يعني نسميها باللغة الشعبية الكويتية القماط. نعم. يقمط هذا. نعم. الطفل يعني هل هي تؤثر بشكل سلبي ايجابي على الطفل؟ ويقولون ان هذا قطعه القماش لو وضعت عليه وتم ربطها باحكام انها ستساعد على نمو العظام بشكل صحيح وبان الطفل يكون بنيانه قوي، وينصحون انه يعني ينصحون بشده، حتى يعني بعض الامهات ممكن يزعلون اذا ما وضعت هذه القطعه من القماش. طيب، هو التقميط انا يعني طول فترات شغلي في مصر مثلا انا ما شفتش التقميط، يعني ليش في مصر التقميط مبدئيا يعني انا لم اره الا في الكويت. نعم. التقميط اختلف عنه الناس، اختلف فيه علماء، اختلفوا فيه تماما وحدثت فيه ابحاث كثيره، لكن المتفق عليه ان التقميط اللي بيحدث ده خطا مع احترام عليك بس نزعل اهل الكويت من هنا، بس ده خطا. ليه؟ لان عظام الطفل بتحتاج الى شيء يعني فسحه من الامر عشان يتحرك بحريه. اي عظم بتاع الاطفال عشان ينمو كويس لازم يكون عنده حركة، الطفل لازم يتحرك. التقميط بيضغط على عظام الطفل وقد يؤثر على نمو العظام. لذلك عندنا كثير من الأطفال في الكويت عندهم مشاكل في نمو العظام. تمام؟ لكن احنا عشان نكون وسطيين في هذا الأمر بنقول إذا أردت أنك أنت تعمل القماط وقت النوم وخليه متسع. نعم. ما تضغطيش على الطفل وما تديله حرية الحركة، ادي حريه الحركه للعظام. نعم. بتحت الطفل، فاعمل القماط بس خليه متسع شويه. نعم. نعم دكتور، ايضا هناك بعض المعتقدات الخاطئه يعني وهي كثيره. نعم. تقدر تذكر بعضها يعني مثل القماط الذي يوضع والماء والسكر، شنو اشهر المعتقدات الخاطئه وكيف ممكن ان نتخلص منها؟ احنا عندنا في ظواهر طبيعيه بتحدث في الطفل يعني بتثير قلق الامهات. يعني مثلا اولا ممكن نرى الانثى، الطفل الانثى عندما تلد تجد ان الثدي منتفخ. نعم. واحيانا هذا الثدي بيطلع نوع من انواع الحليب، تيجي الجده او احد الاهل يقول لها عصري، هذا خطا. انتفاخ الثدي في الانثى في اول شهر من الولاده ظاهره طبيعيه وتنتهي مع مرور الوقت وممنوع منعا باتا حد يقرب منها. نعم. كمان الطفله الانثى احيانا يخرج من فرجها دم كدم الدوره. نعم. في اول يوم في الولاده وده برضه بيثير قلق الامهات. لا تقلقي، هذا الامر طبيعي. شيء طبيعي جدا لان البنت بتاخد هرمونات من امها وبالتالي ممكن يحصل نوع من انواع الدم. نعم. كمان احيانا بيحدث من الحاجات الظواهر التي تحدث وتدور حولها معتقدات خاطئه، بيحصل ما يطلق عليه الفتق السري. يعني سرة الطفل تكون منتفخة، هذه ظاهرة طبيعية. ايه المعتقدات اللي حوالين الفتق؟ ان واحد يقول حط حزام. نعم. او هات مثلا 100 فلس حطيها حوالينا واربطيه، ده معتقدات خاطئة ليس لها اي قيمة بل انها تؤذي ممكن الطفل. تكون مضرة بشكل اكبر. مضرة طبعا، مضرة. نعم. تمام. ايضا دكتور يعني اسمح لنا على كثرة لا تفضل، ولكن يعني احنا نحاول نغطي كثرة المحاور اللي عندنا. يحدث اذا يعني الاطراف تكون دائما ما يصبح لونها ازرق. نعم. وتحديدا اذا صار في اضطرابات بالخروج لدى. نعم. الطفل. نعم. كيف ممكن يعني ان تتعامل معها الام بهذه الظاهرة، ولها ايضا تعتبر ظاهرة طبيعية؟ الازرقاق في الاطفال حديث الولادة ينقسم الى نوعين. نعم. يا اما ازرقاق طرفي او ازرقاق في حوالين الشفاه. الازرقاق حوالين فم الطفل، هذا ازرقاق لابد ان تسرع الام بالذهاب الى الطبيب، قد يكون هذا الامر يدلل على وجود مشكله في القلب. لكن الازرقاق الطرفي اللي بيحدث في اطراف الطفل ويحدث من اول ساعه في الولاده، هذه ظاهره طبيعيه وليس لها اي قيمه وليس لها اي تاثير. الازرقاق. اما اضطرابات الهضم، فاضطرابات الهضم في الطفل الصغير
او المولود حديثا كثيره جدا وبنشوفها، وتقريبا كل الامهات بيشوفوها. زي مثلا الارتجاع، تاتي الام بتقول شكوى مهمه جدا ان بمجرد ان انا ادي الرضعه لطفلي بيرجعها. هل هذا مرض؟ احنا بنقول لها وزن الطفل بيزيد ولا لا؟ نعم. اذا كان هذا الارتجاع مصحوب بزياده في وزن الطفل فهذه ظاهره طبيعيه هتنتهي مع مرور الشهر الثالث. وتيجي الام تقول حاجه تانية، ان الطفل بمجرد ياخذ رضعته يحصل خروج زي الاسهال. لو حصل ان الام بتدي رضع طفلها ويحدث خروج زي الاسهال مع كل رضعه وكان مصحوب هذا الامر بزياده في الوزن، برضه هذه ظاهرة طبيعية لا تحتاج إلى أي علاج. نعم. من الحاجات برضه في اضطرابات الهرم اللي بتحدث في الطفل حديث الولادة، إنه ممكن الطفل يقعد يوم ويقعد يومين ويقعد ثلاث أيام ما يخرجش خالص. هذه ظاهرة طبيعية ولا تحتاج إلى أي علاج، ولا يليق بأي طبيب إن يكتب علاج في هذه الظواهر. فقط الوقت. فقط الوقت هو كفيل بعلاج هذه الامور. شلون تقنع امهات الاطفال؟ بل ان العلاج مؤذي احيانا العلاج مؤذي في هذا الامر، قد يؤدي الى ما يطلق عليه الانسداد المعوي. تمام. ما زالت لدينا العديد من المحاور دكتور، راح نضطر ناخذ فاصل ونرجع نكمل المحاور معك. والحديث معك شيق، واتمنى فعلا ان كل الامهات خصوصا حديثي الولاده يستمعون الى هذه يعني النصائح والتوجيهات اللي قاعد توجهها لهم، لانها فعلا مفيده. اذا فاصل ومن ثم نعود نتواصل وياكم مره اخرى مع الدكتور اشرف عزاز. تسود الكثير من المعتقدات الخاطئة في أوساط الأمهات تجاه أطفالهن حديثي الولادة تدفعهن للاعتقاد بوجود أمراض عند مواليدهن لا وجود لها في حقيقة الأمر، ما يدخلهن في علاجات طبية وظروف صعبة لا داعي لها أصلا، فضلا عن التكاليف المادية العالية والظروف النفسية السيئة. ولعل السبب الرئيس الكامن وراء شيوع هذه المعتقدات الخاطئة لا سيما عند الأمهات ذوات التجربة الأولى يتمثل في الاستعانة بخبرات شعبية غير متخصصة من الوسط المحيط، ذلك بالإضافة إلى التمسك بعادات وتقاليد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أنها غير صحيحة وضارة في معظم الأحيان. والحقيقة أن الطب الحديث يدعو الأمهات بإلحاح إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الطبية المتخصصة في التعامل مع موالدهن حديثي الولادة لتجنب الوقوع في معتقدات خاطئة شائعة وتلافي آثارها السلبية في فلذات أكبادهن. رجعنا مرة أخرى السادة المشاهدين من بعد الفاصل، مستمرين معكم بهذه الحلقة. ضيف العزيز الدكتور أشرف عزاز، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة من المستوصف الطبي الاستشاري CMC. نور معنا دكتور، وأعتقد أن المعلومات اللي ذكرتها قبل الفاصل مهمة جدا. نعم. وأعتقد أن كل أم يعني محتاجة للزيارة والاستشارة. اليوم هذه استشارة مجانية وتعطيهم العديد من الاستشارات وكذلك العديد من النصائح والتوجيهات لحديثي الولادة، وأتمنى الاستماع لمثل هذه النصائح. يتبقى لدينا يعني دكتور بعض المحاور المهمة والدقيقة في حياة الأطفال واللي ممكن أن تؤثر على حياتهم، وفقط محتاجين نصيحة حولنا. ونرى بعض الأمهات يعني في بداية الشهور الأولى وتحديدا ما بين الشهر الأول حتى الشهر نهاية الخامس، البعض ينصحهم بأن نأخذ الأطفال نضعهم تحت الشمس حتى يتم اكتساب فيتامين دال بحكم أن هذا الفيتامين يأتي من أشعة الشمس، فما صحة هذا التصرف؟ طيب احنا نتفق الأول أن فيتامين دال ده مهم جدا لتصريف الكالسيوم اللي هو يؤدي إلى نمو عظام الطفل. نعم. الطفل يحتاج إلى ما يطلق عليه الاحتياج اليومي من فيتامين دال، وهو ما يساوي المتفق عليه 400 وحدة دولية من فيتامين دال. نعم. الطفل المفروض ياخذ هذا الاحتياج من الشمس. تمام. لكن احنا في بلادنا تعريض طفل حديث الولاده للشمس ممكن
يعني يؤذيه اذى شديد بحكم الحراره العاليه. بحكم الحراره العاليه. نعم. الجمعيه الطبيه لطب الاطفال الامريكيه اللي هي المرجع الاساسي لشغلنا اتفقت ان قبل 6 شهور ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا تعريض الطفل الى الشمس. اوف. طيب اعمل ايه في موضوع فيتامين د؟ احنا من الاشياء الروتينيه اللي احنا في اول زياره للطفل حديث الولاده اللي بنديها له بنديله فيتامين د على الاحتياج اليومي اللي هو 400 وحده دوليه. نعم. نقط معينه بنديها له. احنا اتفقنا ان ممنوع منعا باتا لكل ام ممنوع انك تعرضي طفلك للشمس قبل 6 شهور. احنا بندي الاحتياج اليوم للطفل عن طريق العلاج او عن طريق النقاط عن طريق الفم من اول يوم للولادة، وبنقول للام استمري على فيتامين د حتى يمشي الطفل منتصبا دون سند. يعني ممكن يستمر على فيتامين د حتى سنة ونص يوميا لغاية سنة ونص، تمام، على هذا الاحتياج اللي هو 400 وحدة دولية. تمام. وهذا اللي تكلم عنه دكتور اللي تزودون فيه الامهات القطرة يعني. نعم. بشكل مستمر المفروض تاخذها ولا بس مجرد اول يوم؟ يوميا. نعم. يوميا شيء روتيني تعطي الطفل. احنا بنتفق على 4 نقاط يوميا في الفم من فيتامين د حتى عمر سنة. بعد سنة بنزود الجرعة بنخليها 6 نقاط. ونقول للام عشان تتجنبي تأخر طفلك في التسنين وتأخر طفلك في الحبو وتأخر طفلك في المشي خليكي ماشية على فيتامين د لأنك لن تستطيع أن تعرضي طفلك للشمس خاصة في بلادنا وشمسها القاسية. واللي ما يعطي هذه القطرات اللي تتكلم عنها دكتور بيحدث حاجة من اثنين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيعدل الأمور ما يحصلش أي مشكلة ونتمنى ذلك. وبنسبة كبيرة طبعا ولا بنسبة قليلة؟ لأن نعم. معظم الأمهات تأتي تشكو تقول لك ابني الشهر السادس ما سننش، ابني لم يحبو. نعم. ابني عنده تقوس، ابني ما مشيش. كل هذا ناتج عن نقص فيتامين د لأن الأم لم تعطي فيتامين د على الاحتياج اليومي. هناك خطأ سائد ان بعد الشهر السادس الأمهات او بعض الناس ينصحوهم انها تاخد كالسيوم. لا، ممنوع منعا باتا اعطاء الكالسيوم للطفل قبل عمر سنة لان 100 ملي حليب ياخذها الطفل في اليوم كفيلة انها تعطيه احتياجاته من كالسيوم. نعم. احنا محتاجين من اول يوم في الولادة لغاية عمر سنة او بصورة ادق من اول يوم في الولادة حتى يمشي الطفل منتصبا محتاجين فيتامين د فقط. نعم. دكتور ايضا يعني هناك بعض يلاحظ يعني يصبح نزيف لدى الاطفال في بعض الاماكن الحساسة وهذا يعني ممكن البعض لا يعرف كيفية التعاطي معه وتحديدا في بعض الاماكن التناسلية للاطفال. نعم. كيف يتم التعاطي معه بالشكل الصحيح؟ ممكن يعني الام لان لا معلومات لديها وحديث ولادة ترتبك. نعم. في البداية. يعني احنا قبل الفصل قلت لحضرتك ان احيانا بيحصل فعلا بيحدث نزيف من فرج الانثى، الام تكون في ذهول، نقاط زي تنقيط الدورة الشهرية عند المرأة. نعم. هذه بنقول للأمهات أنها لا تنزعجي، هذه ظاهرة طبيعية مش محتاجة أي علاج وهتنتهي مع مرور الوقت. أحيانا بيحصل نزيف من السرة، أحيانا بيحدث نزيف من السرة، أحيانا الأم تلاقي بعض النقاط البنية على البامبرز أو بتاع الطفل جاي من السرة، دي شيء طبيعي بيحدث. لكن لو كان هناك نزيف بغزارة من سرة المولود لابد أن تذهبي إلى الطبيب فورا لأن هذا الأمر قد يدلل على حاجتين. الحاجة الأولى قد يكون مشبك السرة مش راكب كويس، أو قد يكون هناك داء يسمى الداء النسوي. في بعض الأطفال بيكون عندهم نقص فيتامين كاف والطفل ممكن ينزف. فلو كان في نزيف بغزارة من السرة لابد أن تذهبي إلى الطبيب. نعم. نعم. دكتور هل ترى أن البعض يعني يتهاون في الذهاب إلى الدكتور؟ نعم. هل هذا يعني خطير جدا؟ والبعض يعتمد على معلومات الأمهات كبار السن ويعتمد على المعلومات اللي لديه أو من الأصدقاء أو من الإنترنت، هل هذا كافي؟ لا، هذا ليس كافي. نعم. تمام. لأن احنا لو دخلنا على الإنترنت بنلاقي مواقع كثيرة جدا غير معتمدة وغير معترف بها وبتأتي بمعتقدات خاطئة تؤذي الطفل. نعم. دائما وأبدا احنا بننصح الأمهات إذا أردت أن تذهبي إلى الإنترنت لابد أن تذهبي إلى مواقع معترف بها. نعم. ولكن هذا لا يغني من استشارة طبيبك الذي تثقين فيه. ضروري جدا
تستشير الطبيب الذي تثقين فيه، لأن رؤية الطبيب للطفل غير رؤية الأم والأب تماما. نعم، ولا داعي للقلق ولا داعي لل ما في. احنا بنقول زي ما قلت لك قبل كده ان هناك كتير، يعني احنا ما لا يقل عن ما يقرب من 50 معتقد خاطئ في الطفل حديث الولادة. امور طبيعية، امور طبيعية الناس بتعتقد انها مرض وبتكلف الطفل علاج لا يستحقه. نعم. نعم دكتور، هل ترى يعني قضية ان الطفل اسنانه لم تظهر حتى الان، ان الطفل لم يحبو حتى الان، او حتى نطق الطفل في بداية السنة الأولى، البعض يرتبك ويضع بعض المعتقدات الخاطئة التي ممكن أن تؤثر على نفسيته ونفسية الطفل، هل تراها هذه يعني تثير الخوف والقلق؟ ومتى المفروض أن تثير الخوف والقلق تحديدا الأسنان والطفل لما يحبي والنطق على الأقل بكلمات صغيرة؟ نعم، إحنا دائما بنقول الأمهات أن إحنا عندنا أعمار معينة نقلق فيها. نعم، يعني متى أقلق أن الطفل لم يسنن؟ عندما يبلغ الطفل 13 شهر. نعم، يعني ازاي الكلام ده؟ ده الطفل المفروض يسنن عند السن 6 شهور. لا، اقول ان طفلي لم يسنن وتاخر في التسنين اذا بلغ من العمر 13 شهر. نعم، يعني سنه وشهر، شرطا ان يكون الطفل ماشي على الروتين من فيتامين د على الاحتياج اليومي. نعم. طيب احنا عندنا المفروض طفل يحبو عند 8 شهور، بس ممكن الطفل يحبو على 10 شهور، وممكن الطفل يعدي من مرحلة الحبو إلى مرحلة المشي من غير أي مشكلة. طيب إمتى أقول إن طفلي تأخر في المشي؟ أقول إن طفلي تأخر في المشي إذا بلغ من العمر 1.5 سنة. نعم، 1.5 سنة. طيب إمتى أقول إن طفلي تأخر في الكلام، يعني طفلي لم ينطق، إذا بلغ من العمر 3 سنوات، 3 سنين. بس شرط إن يكون أذن بتاع الطفل والفحص الطبي سليم، لأن حتى أخواننا أخصائي التخاطب لا يستقبلون الأطفال المتأخرين في النطق إلا بعد 3 سنوات. نعم نعم، وهو العمر اللي يقدر يحكم، يعني يقدر يحكم ويقدر يعالج على هذا الأساس. طبعا. فما فيش قلق، ما فيش ما فيش عمر، يعني ما فيش عمر حد، يعني ما أقدرش أقول إن الطفل لازم يسنن في العمر الفلاني. عندنا رينج من إلى علشان الناس ما تقلقش ولا تسعى إلى ضرب إبر تاخد حقن فيتامين د وحاجات كتيرة جدا بيعملوها، معتقدات خاطئة قد تؤثر تأثير مباشر على الكلى بتاعت الطفل. تمام. دكتور، التطعيمات ومدى أهمية الالتزام بتطعيم الطفل بالوقت المناسب. نعم. البعض ممكن يتهاون، ممكن لا، إذا ممكن يأجل شهر شهرين. وفي كرت صحي يعني، وهذه التطعيمات تدري البعض ممكن يلتزم فيها البعض لا يلتزم فيها، ما أهمية الالتزام بهذه التطعيمات؟ التطعيمات تنقسم إلى قسمين، هناك التطعيمات الإجبارية التي لا بد أن يأخذها الطفل، وهناك التطعيمات اختيارية. التطعيمات الإجبارية اللي احنا بناخدها في المستوصفات في الكويت، هذه تطعيمات بتحمي الطفل من أمراض إذا أصيب منها الطفل تؤدي إلى إعاقة. أوف. زي مثلا تطعيم شلل الأطفال. نعم. لو أصيب الطفل لا قدر الله بشلل الأطفال فذلك يؤدي إلى إعاقة. التطعيم يقي من هذا؟ طبعا طبعا، احنا لا، يعني في بعض الدول كل سنه في دوله بتفاخر انها لم تسجل اي حاله مثلا من المرض الفلاني. ليه؟ لانهم ملتزمين بالتطعيمات. التطعيمات الاجباريه ديت لك ان تعلم ان مثلا في مصر عندنا اذا تاخر الطفل على التطعيم ممكن هذا الامر يؤدي ان وزاره الصحه تجيب الاب والام عن طريق الشرطه. لازم، لان ده كلفه للدوله، انك انت لو طفل حصلت له اعاقه ده كلفه للدوله. اهدار في صحه الطفل اللي هو الناتج الطبيعي لكل دوله، واهدار لمال الدوله، لان الدوله هتعالج هذا الطفل صاحب الاعاقه، فدي مشكله كبيره جدا ومشكله على مستوى الدول. نفس الكلام في الكويت، نفس الكلام في اي دوله. فالتطعيمات الاجباريه لابد منها، وما فيش عذر لاي ام ايا كانت انها تتاخر. احيانا ممكن اخروا 15 يوم، بس انا ما اقدرش اقول لها اخري، لاني ما اضمنش هل الطفل يصاب بهذا المرض في هذه الفتره ولا لا. نعم، فلا بد من الالتزام. تمام، دي التطعيمات الاجباريه. فاللي تهاون يتحمل النتيجه، هيتحمل. لك ان تعلم ان الام بابر التطعيم قد تقي طفلها من اعاقه يعيش طول عمره تنظر الى طفلها انه معاق. ده مشكله الله. كبيره جدا، مشكله لابعد الحدود. نعم، هناك التطعيمات الاختياريه. التطعيمات الاختياريه في بعض الدول هي اختياريه وفي بعض الدول اجباريه، تكون اجباريه. نعم، عندنا في الكويت معظمهم اختياريه،
في اول 45 يوم من عمر الطفل في حاجه اسمها تطعيم النزلات المعويه او تطعيم الروتا، واحنا بنعطيه للاطفال لانه بيحمي الطفل من النزلات المعويه التي تحدث في اول 5 سنوات. وهذه النزلات المعويه على حسب الاحصائيات العالميه بتقتل 500,000 طفل على مستوى العالم سنويا. الله اكبر. فهذا التطعيم بيحمي الطفل او يقلل من نوبات النزلات المعويه التي تحدث في اول 5 سنين. احنا بنعطيه على جرعتين، اول جرعه عند 45 يوم من عمر الطفل والجرعه الثانيه بعدها بشهر. من التطعيمات الاختياريه اللي احنا بنستخدمها في الطفل حاليا موجود والحمله قائمه هو تطعيم الانفلونزا. التطعيم الانفلونزا اللي هو بيحمي الطفل من الانفلونزا الموسميه، من انفلونزا الخنازير، من انفلونزا الطيور، وبيؤخذ هذا التطعيم من 6 شهور حتى 65 يوم. كل الاطفال المعرضين لادوار البرد، كل الاطفال اللي عندهم ربو، كل الستات الحوامل، كل الناس اللي عندهم ربو، كل الناس اللي عندهم سكر، اللي عندهم ضعف المناعه، اللي عندهم ضغط، يؤخذ من سن 6 شهور الى 65 سنه في شهر 10 و11 سنويا ياخذ هذا التطعيم. نعم. التطعيم الثالث والمهم جدا اللي هو تطعيم الجدير المائي او العنجز اللي احنا بنعطيه بعد عمر سنه في الاطفال. وما ادراك ما العنجز؟ عندما يصيب الطفل قد يؤدي الى اعاقه في المخ، واسهل اشياء ممكن يؤدي بها العنجز ان هو بيخلي الطفل منعزل في البيت لمده 21 يوم. نعم. طبعا هذه اشياء قاسيه جدا. من التطعيمات الاختياريه اللي احنا برضه بنعطيها للاطفال اللي هو الالتهاب الكبدي او الف، الالتهاب الكبدي الف اللي هو بيصيب الاطفال عن طريق التلوث، عن طريق الاكل، مش موجود في التطعيمات الاساسيه، انما الموجود في التطعيمات الاساسيه اللي هو بياخده الطفل من اول ولاده هو الالتهاب الكبدي بي، انما الالتهاب الكبدي الف بياخذه الطفل بعد عمر سنه. هذه هي التطعيمات، تطعيمات اختياريه وتطعيمات اجباريه. وانا بوجه رساله لكل الامهات، لا تستمعوا الى ما يقال عن التطعيمات، في اوهام بتحدث، يقال ان التطعيم بيعمل توحد، هذا الامر لا وجود له. البحث الوحيد الذي تم على موضوع التوحد وعلاقته بالتطعيمات كان سنة 1998، وهذا الباحث بعد سنة من هذا البحث سحب البحث من منظمة الصحة العالمية واعترف انه اخطأ في هذا البحث، ولم تسجل اي حالة، لم تسجل اي حالة تقول ان التطعيمات ادت الى اي مشاكل. نعم. اذا كانت هذه، اسمح لي دكتور اخر نقطه، اذا كانت هذه التطعيمات الغير اجباريه مهمه، نعم، لماذا لا يتم الاجبار؟ هذه هل هي لهذا الحد مكلفه مثلا؟ هي مكلفه طبعا. نعم. بس لك ان تعلم ان هذه التطعيمات اللي احنا بنقول عليها اختياريه في بلادنا، في بلاد اخرى اجباريه. ليش ما هي اجباريه عندنا؟ اجباريه لان الدوله بتدخل هذه الامور. نعم. تمام. يعني مثلا في السعوديه اجباريه، في نعم. الامارات اجباريه، في قطر اجباريه، في مصر اختياريه، في الكويت اختياريه، في امريكا اجباريه، في دول اوروبا كلها اجباريه، ولكن تنصح بالالتزام فيها؟ طبعا. واحنا هو في مشروع في الكويت ان في بعض التطعيمات زي الجدر المائي ان شاء الله هيكون اجباري خلال سنه تقريبا يعني. نعم. كل الشكر وتقدير لك دكتور. يعطيك العافيه. الله يخليك. انا ممكن اسافر مع بنتي عمرها 5-6 شهور، ياثر ولا عادي؟ على عادي، ما في مشكله. سفر لا يؤثر؟ لا يؤثر، من جو الى جو ما في ادنى مشكله، بس اهم حاجه تعتني بها، تهتم بها، ما في مشكله. كل الشكر وتقدير لك دكتور. الكلمه الاخيره اللي توجهها للساده المشاهدين. كلمتي لكل ام. نعم. لابد ان ننمي في عقولنا ثقافه المتابعه الدوريه. لازم تتابعي طفلك، لا تعتمدي على الفتوى اللي انت بتقوليها او تسمعيها او من الجده او من صاحبتك او من صديقتك، تابعي طبيبك الذي تثقين فيه. نظره الطبيب لطفلك غير نظرتك انت لطفلك، الطبيب قد يكتشف عن طريق الكشف البسيط ان طفلك عنده مشكله، لو اكتشفناها بدري ثقي تماما يكون لها علاج، لكن لو اكتشفناها متاخر لا يبقى خلاص ذهب. تابع طبيبك الذي تثقين فيه، طعموا ولادكم وريحوا بالكم كما يقولون، تابع الطبيب، هذه الامور حتحقيقي مشاكل كثيره جدا. كل الشكر والتقدير لك دكتور، يعطيك العافيه. كنت اتمنى انك تضيف بالنصيحه عدم الاستماع الى اللي دائما يفتون بهذا الجانب وهم ما عندهم خبره ايضا. احنا لو احنا قدرنا نقول ناس، بس في ناس ما نقدرش نحكم على زي الجدات والحماوات. نعم. ما نقدرش يعني هنعمل ايه؟ ما نقدرش، بس برضه لا تستمعوا لهذا الكلام.
نعم كل شكر وتقدير لك دكتور. كان معنا الضيف الدكتور أشرف عزاز أخصائي الأطفال وحديثي الولادة من المستوصف الطب الاستشاري CMC. وأعتقد بأن الدكتور يعني على الرغم قصر الوقت ولكن شرح كامل حول أبرز أمراض اللي ممكن يتعرض لها حديثي الولادة وكيف التعامل الأم، وكذلك أهم النصائح ومتى تذهب الأم للاستشارة وأهمية التطعيمات. الجزء الأخير كان مهم جدا. طبعا هذه حلقة اليوم بها العديد من الفقرات، تحدثنا عن الجانب الصحي، الآن لدينا موضوع بيئي، خلينا نشوف هذا الموضوع البيئي ولكن من بعد الفاصل.